ماشي. ان هي كانت استلفت يعني او اقترضت مبلغ من المال من احد الاشخاص بس مضاها على شيكات مفتوحه زي ما بيقولوا كده يعني بدون رسم يعني على بياض، وهي ممكن متعسره شويه الفتره دي فمش عارفه تعمل ايه، فهل الشيكات دي ممكن نحط فيها اي رقم؟ اه يقدر. الشيكات طبقا لنص القانون 17 لسنه 99 الخاص بالتجاره محدد جدا في شروط الشيك وشكله. وجت محكمه النقد قالت ان الشخص لما بيعطي شخص اخر، وهكلمك بعيد عن النقد هكلمك باللغه الطبيعيه عشان الناس تفهمه، لما بتروح تدي شيك لواحد على بياض محكمه النقد قالت ان انت كده بتعطي كامل الحريه لوضع اي بيانات هو عايز يحطها سواء المبلغ او التاريخ، لان ده المفروض ان هي اداه وفاء. طالما صدرت من حضرتك ووقعت عليها على بياض انت هنا بتخول او تطلق يد المستفيد او الساحب من ان هو يضع البيانات اللي هو عايزها، وبناء على ده هي لازم تسرع ان هي للمصالحه مع الراجل لان هو هياخد عليها احكام، هياخد عليها احكام حتى لو حط رقم الصحيح فهو كده وكده دي جرح على طول. حط الرقم الصحيح او رقم مخالف، رقم مخالف ده بقى حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو حط يا رب 10 مليون جنيه المحكمه هنا واضحه، طالما سلمت شيك على بياض حضرتك تتحمل المسؤولية دي. فعشان كده نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى ان هي تحاول تتصالح معاه، لان النوعيات اللي بتبقى زي الراجل ده لما بيقبل انه يكتب ناس شيكات على بياض ما بيبقاش عنده الاثكس او الاخلاق اللي ممكن يتفاوض بعد ما ياخد الحكم، لا انا مش عايز بقى الا الرقم اللي في الحكم ده. فانا نصيحة ان هي تحاول ان هي تبدأ في المصالحة معاه او تجدول الفلوس دي وتاخد الشيكات دي منه. يا مسهل الحال يا رب.